السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه يوميات مرزوقه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم كنشارك معكم واحد الحلوه ديال الفروم. كنتمنى هذا الفيديو لان الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله، هنا غادي نستعمل واحد مارغرينه مع جوج خميرات فومه. هنا غادي نستعمل جوج فلون ديال الفاني، جوج ديال الشوكولات، جوج فلون ديال الفريز، جوج كيسان معمرينش ديال السكر سنيدة، كأس زيت. هنا غادي نستعمل ثلاثة البيضات. بسم الله، غادي ناخد الزبدة وغادي نحكوها مزيان مع سنيدة. هنا الزبدة غادي تخليوها على درجة المطبخ باش انها تعمركم. انا كنت دايرها في الثلاجة من قبل داكشي جاتني قاصحة شوية. من بعد غادي نضيف الزيت. انا غادي نضيف عليهم البيض. انا غادي نحاول نخلط مزيان حتى تخلط هاد المكونات مزيان. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الدقيق، نزيد عليها جوج خميرات ديالي. من بعد كنضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لي هاد العجينه ديالي.
من بعد ما جمعت العجينه غادي نفرقها على ثلاثه ديال الكويرات. غادي نرد جوج على جنب غادي ناخذ الكويره الاولى غادي نزيد عليها جوج صاشيات ديال الفلون الكويره الاولى غادي نستعمل فيها الفلون ديال الشوكولاط نحاول ندمج مع هاد العجينه بحال مع هذا الفلو هذا غادي نحاول ندلكها مزيان باش تخلطوا لي المكونات مزيان بعد ما رجعت لها غادي نغطيها بالسلوفان غادي نخليها على جنب غادي ناخذ العجينه الثانيه نفس الشكل غادي نخلطها مع الفلون ديال هذا ديال الفاني هاد الفلون ديال هاد الفلون كامل كيعطيهم واحد المذاق اللي هو بنين بزاف من بعد ما جينا تحت هاد نقطيها في السلوفان نخليها على جنب غادي ناخدو العجينة الأخيرة غادي نستعمل معاها الكلون ديال الفريز غادي نمزعو هاد المكونات مزيان حتى كاين دان الجلدية مزيان كما كتشوفو
هذا الفلو هذا تيعطيه واحد الرائحه اللي هي غزاله بزاف. بعد ما ندمجوا ليا كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، هيا غنغطيها في بلاستيكه. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه هنا غادي ناخذ ديال الشوكولاط. كما كتشوفوا معايا هنا هزيت لاطا بدلها ورق الزبده. غادي ناخذ هاد الخضره ديال نحاول نكورو على شكل كويرات بهذا الشكل هذا، وغادي نديرو في السنيده ديال الوجه في السنيده، وغادي نوضعو في اللاطه بهذا الشكل. من بعد كنرسمو اي مرسوم عندنا في الدار، انا عندي هذا المرسوم هذا، وكنستمر يعني حتى نكمل هاد الكويرات كاملين اللي عندي. هنا نفس الطريقه الكويرات كاملين، يعني كنكورهم كما شفتوا في الشكل الاول، وتندير لهم الوجه في السكر سنيده، من بعد كنرسم داك المرسوم حتى كنكمل الكويرات كاملين. بعد ما طبت الحلوى ديالي كتجي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. مهم كاين اللي مهم على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي يخليها بهذا الشكل، وانا لا ديال انا بغيت نستعمل انا غادي نلاقي كل جوج حبات غادي نلاقيهم بالكونفيتور ولا اي حاجه ولا الشوكولاط ولا اللي موجود عندكم، اختيار كيبقى لكم. انا بغيت نلصقهم بالكونفيتور، كنفضل نلصق بالكونفيتور. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الحلوه كامله. الصراحه كتجي رائعه رائعه بزاف، تجي المذاق ديالها هائل بزاف مع النكهه ديال الفلو، تيخليها بنينه بزاف. كنتمنى تجربوها، غادي تنال الاعجاب ديالكم. ما فيهاش زعما شي مكونات اللي هما يعني غاليين ولا شي حاجه.
نستعمل الكونفيتور ديال المشمش. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي ديال الفلون. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها. وما تنساوش تدعموني باللايك وتضغطوا على زر الجرس، هذا فضلا وليس امرا. ودمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.